مساء الخير طبعا للجميع. اليوم بدنا نحكي عن طفرة الأوبال، بس إن شاء الله قبل ما نحكي عن طفرة الأوبال بدي بس ما ذكرناها المرة الماضية، لأني أنا أصلا مش موافق عليها، بس من باب الأمانة وذكر كل المعلومات. في توجه جديد طلع هلا إنه إذا بتجوز التوباز مع الباستيل، طبعا طفرة جسدية، طفرة مرتبطة بالجنس، الذكر بغض النظر شو راح يكونها، الأنثى دائما نقية، أوكي، لكن الذكر راح يكون مثلا إذا كان لنفرض إنه مثلا أسود حامل توباز حامل باستيل، هن بقول لك إنه هذا الطير بده يكون قال وسطي. احنا حسب ما كنا نحكي نقول ان الطيور الوسطيه مثل البرتقاني اللي هو طالع من احمر والاصفر، هن هلا طلعوا بقول لك زي موضوع الاونكس مع الكوبالت بيطلع وسط، هتقول صار يقول لك الباستيل والتوباز اذا بتجوزهم مع بعض بيطلع لك طير وسطيه. انا ضد الفكره هاي بصراحه، وللامانه عشان انا اذكر كل المعلومه كامله، انه حتى لما سالوا نائب الكم طبعا بدون شو اسمه، لانه احنا يعني ماشيين مع اليو او ام، هو قال طبعا انا ضد الفكره، لانه الصفات اللي بتكون وسطيه بتكون موجوده على نفس المكان من الجين، زي الاوبال والاونكس. فهم كيف طلعوا فيها هاي لهم 40 سنه بتكون تعتبر طير مثلا أسود حامل باستيل حامل توباز بكون خارج المعيار، هلأ صار يقول لك طير وسط. أنا ضد الفكرة، بس قلت أنا أذكرها حتى تكون يعني معلومة مرأت على الشباب مش أكثر ولا أقل. بالنسبة للأوبال، إحنا اليوم موضوعنا بدنا نحكي عن طفرة الأوبال، هي من أحلى الطفرات للأمانة، ومن الطفرات القليلة اللي بتركب مع الأربع ألوان، يعني لو شو ما تركبها مع الأسود مع البني مع الآقات مع الأزابيل، حلوة الطفرة، طفرة الأوبال. طبعا طلعت تقريبا في 49 او 50، واول ما طلعت طفره الاوبال طلعت كان في كنار الصوت، بعدين اخذها مربي تاريخ طويل ما انه فيه، بعدين حتى لو وصلوا ل طفره الاوبال. طفره الاوبال من الصفات تبعتها الاساسيه انه بتركز الميلانين في الجزء الاسفل من يعني الوجه الاسفل من الريشه، يعني الميلانين بيكون اكثر واضح في الجزء الأسفل من الريشة. تاني شيء طبعا طفرة الأوبال بتخفي الفيوميلانين بشكل كامل، الأسود منها بعطي الإفكت اللي هو اللون المزرق، يعني بعطي الرمادي مزرق في البلاك أوبال. البلاك اوبال طبعا كانت ايام زمان اول ما طلعت كان فيها مشاكل في الريش، طبعا مع التزاوجات والهي تم حل هاي المشكله، لكن لهلا يفضل انه لما بتجوز انت اوبال لاوبال ممكن تكون عندك مشاكل في الريش، فبتلغيها من خلال ايش، انه مثلا اذا عندك انت بلاك اوبال اوبال اسود بتجوزه لاسود العادي الكلاسيك يعني بدون طفرات مصاحبه، والذرية طبعا تطلع حاملة أوبال كاملة وبترجع تطلع منها أوبال، بتحل المشكلة اللي ممكن تكون إيش، المشكلة اللي ممكن تتطور في الريش. طفرة الأوبال طفرة جسدية متناحية، فبالتالي ظهورها بيعتمد على الأب والأم واجتماع الجين المتنحي من الأب والأم، وما راح نبدأ نقول يعني إناث وذكور من الذرية، لأنه قلنا هاي الطفرة جسدية ما إلها علاقة في الجينات الجنسية. الخاصية المهمة أو الأهم خاصية في الأوبال زي ما حكينا هو اللي هو الميلانين لما بتركز في الجزء الأسفل أو الوجه الأسفل من الريشة على الديل بتكون واضحة بشكل كبير، فأنت إذا بتطلع على قصبة الريشة من فوق بيكون لونها فاتح مقارنة بالقصبة بالوجه الأسفل لنفس الريشة. هذه أهم صفة من صفات الأوبال. طبعا زائد إنه أنت حتى بالعين المجردة لون الريشة من فوق نفس الريشة، الوجه الأعلى أفتح من الوجه الأسفل في طير الأوبال.
طبعا طير الاوبال اخر فكره زي ما حكينا هي متعادله السياده مع الاونكس، وحاليا لما طلعت الموجنو قالوا هي موجوده على نفس مكان وجود طفره الاوبال، فهي متعادله السياده مع الموجنو. الطيور اللي بتطلع بين تزاوج الاوبال والاونكس بتكون يعني لونها متوسط بين الاوبال والاونكس، طبعا خارج المعيار ما بتتحكم، وبتهيألي ما في داعي لهذا التزاوج، بس للمعلومه نكون احنا عارفين انه الطيور بتطلع بتكون طيور وسط بيناتهم. إذا بتزوج الطيور الوسط راح تعطيك الثلاث خيارات، راح تعطيك أوبال، راح تعطيك أونيكس، راح تعطيك طيور متوسطة. طبعا راح نبدأ في الكناري الأسود، تأثير طفرة الأوبال في الكناري الأسود. طبعا زي ما حكينا احنا بيخفي فيه ميلانين كامل، طبعا البني بيختفي من الريش كمان طبعا، وممكن تحول اللون الأسود للون رمادي، يكون رمادي داكن، بس واضح إنه لون الخطوط لون رمادي، ولون الريش الباطني بيكون مش رصاصي، هو بيكون داكن أكثر من رصاصي، يعني رصاصي داكن بيبدأ يتجه للون الأسود. اللون الأساسي في أو اللون اللي بين الخطوط في كنار الأوبال الأسود بيكون لون رمادي مزرق، خلينا نقول لامع وبراق، فيه لمعة على الطير. لون المنقار والأرجل والأظافر داكن جدا، لكن هلأ راح نشوف في الصور الإجر سودا سودا سودا، وكل مكان لون الإجر أسود داكن أكثر، كل مكان طبعا إيش مستوى الطير أعلى. قصبة الريشة بتكون رمادي مزرق، هذا بالنسبة له في سلسلة الكنار الأسود. في سلسلة الكنار الأوبال طبعا نفس الفكرة، ما في عندك فيوميلانين في الطير، لون الخطوط بيكون موجود بلون رمادي مزرق أو رمادي فاتح، خلفية بتكون فضية فاتحة، الطير بتلاقيه لونه فضي فاتح، الريش الباطن رصاصي، المنقار والأرجل والأظافر وردي، وقصبة الريشة بتكون إيش رصاصي مزرق. طبعا خاصية إنه الأوبال بدك تفرقه عن الطيور الثانية اللي هي من زي ما حكينا من الريشة، من تمركز الميلانين في الجزء الأسفل من الريشة، إنه أعلى منها في الوجه الأعلى للريشة. طبعا اللون البني لازم طبعا يلتزم الطير بمعيار اللون البني اللي هو الخطوط لازم تكون عريضة متواصلة، لكن بتكون بني رصاصي لون محير، ممكن يعني تطلع على الطريق الطير ما تعرف تفرق هل هو رصاصي ولا هو بني. لون الريش الباطني بيكون طبعا على بني، لكن افتح منه في سلسلة البني الكلاسيك. منقار ارجل اظافر المفروض يكون لون بني، قصبة الريشة بني رمادي. لون العيون بيكون احمر داكن جدا مائل للسواد، هذا بالنسبة للكنار البني. كنار الايزابيل زمان زمان، هلا اختلف الوضع. زمان كان المعيار تبعه انه ما يكون في خطوط، هلا لازم يكون في خطوط نقدر نلاحظها في الطير، لكن بيكون لونها فاهي فاتح شوي بلون بيج، بلون البيج، لون الريش الباطني بيكون بيج، منقار وارجل واظافر بيكونوا وردي او بيكونوا بلون الجلد يعني بدون لون، قصبة الريش بيكون لون بيج، ولون العيون أحمر داكن طبعا باستخدام طبعا الضوء. زي ما حكينا بالنسبة لطفرة الأوبال إنه بعد فترة لقيوا إنه ممكن هي تطور مشاكل في الريش، حل مشكلة الأوبال ومشاكل الريش إنه أنت تزوج الأوبال لكلاسيك، إذا عندك بني أوبال بتجوزه طبعا لبني كلاسيك، عندك آقات أوبال بتجوز ل أوقات عادي. بعدين حتى لك بس إذا في مجال سؤال على موضوع الإيزابيل، كوننا وصلنا هون وأنا امبارح ما سمعتش تأثير الباستيل على الإيزابيل، شو الفارق بين تأثير الأوبال والباستيل على الإيزابيل تحديدا؟ هلا بس الأوبال زمان، أوكي الأوبال زمان كان يخفي الخطوط، حاليا احنا ما إلنا في زمان، احنا إلنا في معايير اللي بيستخدموها في المعارض. هلا الإيزابيل باستيل اختفاء كامل للخطوط، بيطلع الطير ولونه كريمي كامل متناسق، يعني ما في خطوط ميلانين ظاهرة على الطير، ببين الطير بلون واحد.
في الأوبال لا، لازم يبين لون الخطوط، وبيكون صح اللون يعني فاتح مش داكن، لكن الخطوط انت بتشوفها على الطير واضحة على انه في وجود اللون على الظهر، وبتكون بلون طبعا بين البيج والرمادي، يعني بمحير اللون. هاي الفرق بيناتهم. هذاك الباستيل لا، لون واحد، في لما يكون مثلا على أرضية بيضاء بيكون لون الكريمة بدون أي خطوط على الطير. أوكي دكتور حامد. تمام، بركت بركت. هلا بالنسبة للتزاوج، احنا شرحنا بالفصل الأول أو بالفصل، لا الفصل الأول لما شرحنا عن موضوع التزاوج، بما إنها طفرة جسدية متنحية زي ما اتفقنا، فهي ما إلها علاقة في نوع الجنين، المهم اجتماع الجينين المتنحيين من الأب والأم. طبعا زي ما حكينا في هذاك الفصل لما قلنا إنه هذا الذكر أوبال وأنثى أوبال، يعني 100% الصفات نقية بهاي الطير، لأنها ما صار أوبال إلا لأنه الجينين متنحيين، فطلع طير الأوبال جميع الأفراخ رح تكون أوبال. في حال تزاوج ذكر أوبال مع أنثى عادية أو العكس، يعني العكس صحيح، سواء زوجت ذكر أوبال مع أنثى عادية أو ذكر عادي مع أنثى أوبال، جميع الأفراخ رح تكون حاملة صفة الأوبال سواء ذكور أو إناث. الحالة الثالثة تزاوج ذكر يحمل صفة الأوبال مع أنثى عادية، فعندك أنت 50% راح تكون فراخ سواء ذكور أو إناث تحمل صفة الأوبال، و50% فراخ عادية طبعا، والعكس صحيح سواء كان هو الذكر يحمل صفة الأوبال أو الأنثى هي اللي تحمل صفة الأوبال. الحالة الرابعة تزاوج الذكر يحمل صفة الأوبال مع أنثى أوبال، هون راح يطلع عندنا 50% فراخ أوبال و50% فراخ عادية تحمل صفة الأوبال، فإحنا من هذا التزاوج متأكدين إنه اللي مش أوبال حامل أوبال 100%، والعكس صحيح طبعا، سواء كان هو الذكر يحمل صفة الأوبال مع أنثى أوبال أو الذكر هو الأوبال والأنثى تحمل صفة الأوبال. الحالة الأخيرة اللي هو لما أنت تتزوج ذكر يحمل صفة الأوبال مع أنثى تحمل صفة الأوبال، فعندك احتمال 25% يطلع طير عادي بيرجع للون الأساسي الكلاسيكي اللي موجود، ال50% راح تكون طيور عادية بتحمل صفة الأوبال، و25% راح تكون فراخ أوبال، 25% راح تكون فراخ أوبال. هذا بالنسبة للتزاوج زي ما الجدول اللي حكيناه في الفصل الأول. بالنسبة للصور، هذا طبعا طير أسود مزيك، ريد مزيك أوبال، شوف لون الأرجل مخيف الصراحة، يعني لون الأرجل مخيف، الخطوط على الظهر لون رصاصي. هذا بده يحكي شيء ولا أكمل؟ اللون رصاصي، المنقار داكن طبعا. إذا في، بعد إذنك، إذا في صورة للأجات لا لا، واحد جنبه واحد، نقارن بينه وبين الأجات. لا لا في فرق كبير، البلاك احنا حكينا خطوط عريضة يعني خطوط متواصلة عريضة، لون الأرجل والمنقار الأظافر أسود، الأقات خطوط رفيعة متقطعة، لون الأرجل والمنقار الأظافر وردي، في فرق بيناتهم. يعني اللون الأوبال الأسود خطوطه داكنة يعني رصاصي داكن، ما بيكون رصاصي فضي زي الأوبال. هلأ رح نيجي على صور الأوبال، هاي كمان صور طبعا للأوبال مع سلسلة الكنار الأسود، زي ما بتلاحظ كل ما كان لون المقار داكن ولون الأرجل داكن كل ما كان مستوى الطير أفضل. هذا بالنسبة للبلاك أوبال. هاي الأقات أوبال، الأقات أوبال خطوط رفيعة متقطعة بيكون لونها لون رصاصي، لون الأرجل والمقار أظافر زي المزيك الأحمر، شوف في عليه لونه إيش، لون وردي طبعا أفضل من اللون الموجود في الطير الثاني. هاي عندك أقات أوبال أبيض وأقات أحمر أوبال، أو أقات أوبال أحمر، تصميم الأوبال موجود، الشارب موجود في الطيرين، المنطقة الخالية من الميلانين فوق العين موجودة،
فالصفات اللي موجودة في الأوبال ما بتختفي، إنما بيختفي لون الخطوط، بتغير من الأسود للرصاصي. لون الريش الباطني زي ما حكينا بده يكون لونه رصاصي. هذا طبعا البني أوبال. البني الأوبال للأمانة إنه إحنا شفنا عينات كثير حاليا، خاصة آخر فترة، والشباب لاحظت إنه الأوبال بني أوبال بيطلع فاتح، لونه أقرب للبني بصراحة من اللي عم المفروض يكون. هذه العينات الموجودة هي العينات الأدق، اللي هو أنت ما بتقدر تقول والله هذا اللون بني ولا هذا اللون رصاصي، هذه هي مستوى الطير الأعلى. أبو هيك سامي، موجود عندي الأوبال براون، ونزلت من امبارح صورة كتير واضح اللون البني، إذا بدك برفع لك إياها نرفعها بس نخلص إن شاء الله. شو اسمه، بصير اللي عنده تارك الصور بيشاركها. المهم يكون اللون محير بني، يعني زي هاي حبة الموزيك واضح جدا، يعني انه محير اللون بين بني والرصاصي. هذا بالنسبة للون البني الاوبال. اخر شيء الايزابيل اوبال، هاي الايزابيل اوبال الابيض، الخطوط موجودة، يعني لو تكبر الصورة بتقدر تشوف الخطوط موجودة على الظهر واضحة. الخطوط موجودة على الظهر واضحة، هاي الصور ممكن أوضح مبين وجود الخطوط، موجودة الخطوط على ظهر الطير في الإيزابيل أوبال. هذه بالنسبة لطفرة الأوبال بشكل عام مع العين الصور. حمراء. العين بتكون على الإضاءة للإيزابيل على أحمر داكن مع الإضاءة. قبل ما نفتح الأسئلة للشباب بدنا نشوف بس مصباح إذا عنده إشي يضيفه على طفرة الأوبال قبل ما إحنا نبدأ نسأل في الأسئلة. يعني المواضيع زي ما اتفقنا شباب، المواضيع رح تكون بهذه البساطة: الطفرة موجودة، صفاتها، لون الريش الباطني، لون العيون، قصبة الريشة، صور عن الطير، وكيفية الانتقال. هاي باختصار يعني هو بتشمل الطفرة كامل، فما بتلزم انه وقت طويل احنا نشرح عن الطفرة، بما انه المعيار موجود والمواصفات موجودة والصور موجودة. فإذا مصباح عنده اشي يضيفه أبو سامي اسمح لي شوي قبل تدخل الأستاذ أبو إياد، في نقطة مهمة بلزم ألفت انتباهك لإلها. الاشتراك الزوم عندنا وقته قصير، يعني خلال فترة قريبة بنتهي. إذا بزبط إنه نصير ندمج أكثر من طفرة بصير، لأنه بصير الوقت المحدود معنا نص ساعة وبفصل لحاله، ما فمش في مشكلة، المرة الجاي بنبدأ ناخذ أكثر من طفرة مع بعض، ما في مشكلة، بس اليوم لأنه بس كنت مجهز الأوبال لحاله. اليوم منعديها، أو بصير نعتمد نص ساعة وفي المحاضرة تشرح عن طفرة بنص ساعة وبتنتهي. لكم لا الخير، لا، نقدر إحنا ندمج أكثر من طفرة. توكل على الله. الأستاذ مصباح شكله كان فاصل معنا وعماله رجع. أبو السلام إياد على عليكم السماء. هيثم. وعليكم السلام، هلا ورحب. السلام عليكم شباب، كيف حالك؟ وعليك السلام ورحمة الله. كنت فاصل النات، يعني انفصل عندي معاه. في كان بس موجه لأبو سامي الأستاذ نامق كلام لإلك يا أستاذ مصباح، إذا عندك أي إضافة على موضوع الأوبال قبل ما نفتح مجال النقاش والأسئلة. ما عندي شيء والله، كنت بسمع في الأول مع الدكتور، يعني أعطى ملخص عن الطفرة، يعني شيء جميل بارك الله فيه. عمل الطفرة يعني هو طفرة يعني متنحية جسدية تعطي اللون الرمادي المزرق، يعني هالشيء ذكر الدكتور، يعني ما في إضافات. يعني الشباب بارك الله كيفين فيك بالطفرة؟ مصباح. ممكن يجاوبوا على الأسئلة تبع الشباب. اوكي، هلا بس ضل شغلة نرد نأكد عليها زي ما أكدنا على المرة الماضية في المحاضرة. بالنسبة لصبغ الأرضية الحمراء، الأوبال ما بنصبغ الأرضية الحمراء إلا بعد اكتمال ريش الجناح والديل من الثلاث طفرات اللي حكينا عنهم. لما حكينا عن طريقة صبغ الطيور الأرضية الحمراء،
حكينا 3 طفرات، منهم الجاسب والجناح الرمادي والأوبال. الجناح الرمادي ذكرناها، هلا بنرد نذكر كمان مرة إنه الأوبال، ما الأوبال الأرضية الحمراء والمزيك. طبعا المزيك ما هو معروف، بعد ما يطلع الريش تصبغ الطير بعد 45 يوم. بنأكد على موضوع الأرضية الحمراء إنه ما تصبغ إلا لما يكون ريش الديل طالع وريش الجناح طالع. اللي عنده أي إشي هلا بس يا ريت يا جماعة الخير بالترتيب، اللي عنده سؤال يا ريت يا ريت يرفع ايده، بدناش تختلط الأسئلة ببعض. تفضل نضيف صورة بس. أبو القاسم تفضل. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله. بدي توضيح أكثر عن الريشة بالأسود، كيف حكى عن القصبة السوداء وما استوعبتهاش. لو في صور تفضل، دقيقة شوي، دقيقة خصوصا دقيقة. للظهر، أنا ما استوعبتش احنا بنحكي القواسم على موضوع، المتقطعة. احنا قلنا، لا احنا حكينا على الآقات وشرحنا عليه مؤنس. لما حكينا على الآقات متقطع قلنا انه خطوط الظهر، خطوط الميلانين هون، شوف كيف متقطعة وغير متواصلة، اللي لونها رصاصي مش جاي مرتبة بخطوط، بتكون مش متواصلة ومش مرتبة، مش زي الأرضية السوداء. الأرضية السوداء تكون خطوط عريضة ومتواصلة زي ما كنا نحكيها. إذا في مجال للسورتين نفس الصورة تحطها ببعث لك نقارنهم إياها هيك. إن شاء الله على ال، ببعثها تمام على تمام الجروب إن شاء الله. أوكي، نبعثها على توكل على الجروب الله. من هذه ال، أي تم دكتور، معك مصباح. أعطوني سكرين لحط صورة لقصبات الأوبال على السريع، يعني ما راح أشوفكم شو، يعني طالع بشوي عم استنى يأذن المغرب. واضح هلا؟ هلا واضحة واضحة. الو، واضح واضح مصباح. هذول الأربع أنواع كلهم، الأولى أربع يسار، أنواع للأوبال. أيوة، وهي كمان على كمل الجروب دكتور. معك. هاي في الصورة اللي حطها مصباح، الأولى اللي على اليسار، اللي بيشوف الشاشة على اليسار، الأسود الجنبها الآقات، تحتيها على اليسار البني، وآخر إشي الإيزابيل. في على المجموعة بعثت هلأ اللي كمان صورة ثانية كيف بتكون لنفس الريشة. الصورة طبعا في فرق بلون القصبة واضح جدا كمان. غيره شباب اللي عنده استفسار عن الأوبال. بالقصب اللي بعتهم على الواتساب ابو سامي، الاولى للأوبال الوجه الأعلى، لا الوجه الأعلى، هاي نفس الريشة، هاي نفس الريشة، الوجه الأعلى لون فاتح والوجه الأسفل لون داكن، هاي نفس الريشة، نفس الصورتين لنفس الريشة بس على الوجهين. قصدك اشي من داخلي واشي خارجي من برا. ايوه، الريشة نفسها، الريشة نفسها من فوق أفتح من تحت أغمق، لأنه الأوبال زي ما حكينا بيركز الميلانين في الوجه الأسفل من الريشة. حدا شباب عنده استفسار آخر كمان معكم؟ أستاذ الأوبال أقاط أبيض أه هاي الأوبال له علاقة كيف علاقته بالأوبال، يعني كيف بده نميزه، أبيض، لا الأقات، الأقات يعني شو اللي بربطه بالأوبال؟ الأقاط أوبال أبيض، شو اللي بربطه بالأوبال؟ الأوبال طفرة ثانوية أحمد. إحنا اتفقنا إنه في كنار الميلانين، طبعا إحنا الليبوكروم اتفقنا عليه أصفر أحمر، بندرج معه الطفرتين اللي بتصير عليه، الأبيض السائد والأبيض المتنحي، هذه حطيناها على طرف الليبوكروم. الميلانين إحنا قلنا إنهم 4 ألوان كلاسيكية، سلسلة الأسود، سلسلة البني، سلسلة الآقات، سلسلة الإيزابيل.
هاي لما تكون الطيور ما فيها طفرات، يعني في الوضع الطبيعي بتكون اسمها سلسلة الأسود، سواء كان على أرضية بيضاء أو حمراء أو صفراء، بيضاء أو حمراء أو صفراء، طبعا باختلاف أنواع الريش الناعم، الخشن، الموزيك. هاي النوع الأول، الأسود، الآقات والإيزابيل. هلا بنبدا دخلنا ايش احنا في الطفرات اللي بتيجي على هذا الانواع الاربعه وتاثيرها على الخطوط الموجوده على لون الارضيه، على لون العيون، على لون المنقار. وبدينا اول شيء في طفره الباستيل، وقلنا انه بتفرع منها الجناح الرمادي. فهلا طفره ثانويه ثانيه اللي هي طفره الاوبال، وطفره الاوبال هي اللي بتيجي وبتاثر على الأنواع الكلاسيكية الأربعة، وشرحنا إنه تأثيرها مثلا على الآقات أوبال إنه لون الخطوط بدل ما يكون أسود بصير لونه رمادي، بدل ما يكون الريش الباطني لونه أسود بصير لونه رمادي. هي تأثير طفرة الأوبال، بيركز الميلانين على الجزء الأسفل من الريشة، بيلغي وجود الفيوميلانين، البلاك اوبال ببين كأنه في تأثير لون مزرق على الطير. أبو سامي تأمرني معلش صحيح بعض الشغلات، يعني كلمة طير تصنيفه أوبال لحالها ما في، هذا ما أول في، لما سوري هيثم خليني اوضحها كامله. هاي لما بدك تسمي الطير له 5 اجزاء دكتور. السلام عليكم، سامح لي. بسيطه. تفضل ألو، اصبح، تفضل تفضل بسمع. أنا طالع يا دكتور عشان المغرب، أوه. اللي على ايوه البرجية حينزل عنها. اوكي انزل على المرجيحة ابو سامي. اوكي حاضر. فخلينا نقول لما نيجي على التسمية، سوري للشباب، التسمية بنبدأ طبعا تسمية الليبوكروم غير تسمية الميلانين. الليبوكروم عندك نوع الليبوكروم والطفرات الموجودة على الليبوكروم وطفرة العاجي. يعني احنا ايش بنيجي نقول مثلا احمر عاجي خشن اللي هو الانتنسيف، احمر نون انتنسيف، خلاص انا بفهم انه هذا طير ليبوكروم احمر في طفرة العاجي. بفهم كمان مثلا عندك بسموه هو ريد موزايك او كلير موزايك، ريد موزايك خلينا نقول، بدناش ندخل في موضوع الكلير. ريد موزايك بتفهم انه احنا بنحكي عمالنا على طير ليبوكروم ارضيته حمراء، نوع ريشه موزايك، كيف الشكل تبعه. لما نيجي نقول ريد ايفوري موزايك دخلنا في طفره العاجي اللي هي بتحول اللون الاحمر للون احمر فاتح، بسموه روز وردي، بيفتح اللون. هذه بالنسبة لليبوكروم. لما نيجي لميلانين لا، الأسماء بتطول معنا زيادة شوي، بتبدأ في اللون الكلاسيكي. هي أول شغلة. الثاني شيء بيجي تحتيها الطفرة أو بعديها الطفرة المصاحبة، بعدين بيجي نوع الأرضية، بعدين بيجي الطفرات على لون الأرضية أو لون الليبوكروم يعني، بعدين نوع الريش. فمثلا أنت عندك طير أسود على أرضية حمراء وما فيش فيه أي نوع طفرة تاني وريش خشن، بيكون بلاك ريد انتنسيف، خلاص أنت بتفهم إنه هذا الطير أسود على أرضية حمراء نوع ريشه خشن، وسكرنا تسمية الطير. لما نيجي نقول بلاك أوبال ريد أيفوري موزايك، صار عندك انت طير اسود صح. على ارضيه حمراء، اسود اوبال على ارضيه حمراء، والارضيه الحمراء جاي عليها طفره العاجي ريشها مزيك، هيك بتسمى الطير. فاللون الاساسي دائما يذكر دائما باستثناء لما احنا نحكي الساتينات. ليش ما قلنا ساتينات؟ لانه خلاص احنا الساتينات المصنف اللي هو مع الايزابيل، خلص عشان هيك ما بنقول الجراي وينج، ما بنقول بلاك باستيل جراي وينج، لانه احنا خلص صار معروف انه الجراي وينج ما بتيجي الا مع ايش؟ مع باستيل بلاك باستيل.
آخر واحدة منهم الفيو مع البني، ما بنقول براون فيو لأنه خلص هي معيارها إنه الفيو مع البني، بس بنقول مثلا فيو ريد انتنسيف، خلاص تفهم إنه مثلا هذا فيو أرضيته حمراء، نوع ريشه خشن. هاي بالنسبة لتسميات كنار الميلانين. يعني معلش جريد بس اللي اللي حاطط يحمل الصورة الكل، جيبها. مش ما سمعتش اثنين حكوا مع بعض، ما سمعتش ايش. اللي حاطط الصورة يشيلها أساس نرفع صورة تانية. يعني إحنا اللي بنحكي له ريد بلاك موزاييك نفسه البلاك ريد المزيك. هلا في دول بتبدا هاي اللون قبل هذا اللون، في دول بتبدا هيك قبل هيك، يعني انت كل دولة في ناس بتبدا في لون البكروم، في ناس بتبدا في الريش، في ناس بتبدا، المهم التسميه كامله يكون فيها الخمس اجزاء هاي اذا بكون موجوده. يعني هو ريد بلاك مزيك من نوعية الأوبال، من تصنيف الأوبال أساسا. لا ريد بلاك بدون ما تجيب سيره المزيك، اوكي أها. سوري، بدون ما تجيب سيره الاوبال، يعني انت بتحكي على الطير خطوطه عريضه سوداء أرضيته حمراء نوعه موزاييك، فبين الحمر على القناع على الكتف وبين الخطوط ببين رصاصي، أوكي. أما إذا كان ريد بلاك أو بلاك ريد انتنسيف اللي هو البرونز، بيكون الخطوط سوداء وبين الخطوط أحمر. إذا إجت الأوبال، هلأ دخلت الأوبال صار في تغيير على الطير. شو التغيير اللي يصير على الطير؟ الخطوط بتضلها عريضة ومتواصلة وبتبدأ بتطلع من الرأس بتكمل على الجسم على الأجناب، لكن اللون راح يتغير، اللون بدل ما يكون خطوط لونها أسود راح يصير لونها رصاصي. معك خالد، هاي الطير وزي ما قلت لك أنت صار عندك سهل إنك تقول هذا الطير أوبال من خلال عملية إيش، تشيك الريشة من هذا فوق ومن أوبال تحت. براون أبو سامي. قصدي يعني انت لما بدك تتاكد، لانه صار في شباب عندنا احنا اللي هو الخلط بين الطيور، مرات انت مثلا المعيار احنا حطيناه كيف اللون بيكون، هاي مثلا الاغلب انها براون اوبال، والصوره طبعا دائما انا عندي مشكله مع الشباب بالتصوير بصراحه، شوف الاضاءه مفتحه الطير، شوف راسه ورقبته وكتافه من فوق انفتح الطير، حرام، لازم تكون إضاءة كويسة، حرام تظلموا طيوركم بالتصوير والله. مش مبين مخطوط التصوير وبعدين الراس. مش كويس الطير يمسك في التصوير، بخرب، يعني أنت وأنت بتحاول تمسك الطير ريشه ببطل مرتب، بتبطل تعطي الطير مستواه الصح، لأنه بطلت الخطوط متواصلة مرتبة، فهمت علي كيف؟ هي زي ما حكيت مشكلتنا بالتصوير، يعني بده الواحد دور التصوير. تترك الطير على بقفص التصوير وتصوره بدون ما تمسكه، عشان الطير ما يتخربش ريشه، ما يتخربش ترتيب الخطوط فيه، ولون وتكون إضاءة كويسة يعني. أفضل تكون الإضاءة على أبيض. أنا بحب تكون الخلفية زرقاء فاتحة وحوالين القفص كون انا بصراحه عملت بوكس انا مني، يعني حتى اللي بيشوفه بقول لك شو هذا جرافه، مش بوكس تصوير 50 سم في 50 مكعب مع اضاءه بيضاء، كل الحواف بيضاء ما عدا الخلفيه زرقاء سماوي، شو العمق؟ 50 في 50 في 50، بس في لانه عندك القاعده هاي اللي بتلف عليها العصايه نعم، ترفعه. نزل صورة هو ابعث يا لي. ريت انا اعرف انزل صورة. لا ما لك اليوم نضرب. مش بضرب والله، هلا ببعث على الجروب وحدا يشاركها. توكل على الله. ابو مروان معانا اليوم، على كل راح يحقد علي، والله راح يحقد علي، موجود ابو مروان اظني. ابو بحب سامي اسمع صوته. انت انت فوق راسي يا حبيبي، وانا احقد انا عليك. بحب اسمع صوتك، مش والله العظيم، بس نحقد على البلد ولا بنطب فيك يا حبيبي؟ انت استاذنا تاج راسنا. يا ويلي عليك يا كوتش. اوكي حدا يشارك الصورة اللي بعتها على الجروب اذا بتحب.
هي برسائل لا لا طلعت صورة طلعت حبة أجات مزيك أقات أصفر. أوبال مزيك أصفر، أقات أوبال مزيك أصفر، الريشة اللي بعتها من الطير هذا اللي وجين من هذا الطير. هل حدا عنده شباب؟ شباب محمد، جنازري، مالك، يوسف، أي حدا شباب عنده استفسار ولا الأمور إن شاء الله واضحة؟ لا إن شاء الله الأمور واضحة إن شاء الله. إحنا المرة الجاي بإذن الله زي ما قال هيثم، بما إنه الموضوع صار قصير لما بدنا نحكي على طفرة، بنخلي أكثر من طفرة نحكي عنها. أبو سامي، في أبو أستاذي سامي يسأل إنه إمتى مندخل كلمة أغات مع العبال؟ هل في حال الخطوط كانت أعرض وأغمق؟ لا، شوف الأوبال خطوطه ما بتتغير. هلا احنا لما هو لو ترابط الجلسات مع بعض، يعني لو احنا نرابط الجلسات مع بعض، لما احنا كنا نقول انه من خلال عملية اختيار الآباء انت بتحط الـ يعني بتخلي الصفات المرغوبة عندك بالغرفة. في ناس بتحب الأقاط خطوطه أعرض شوي من المفروض، يعني بيحبوا يخط العرض، عرض الخط يكون عريض شوي ما بوصل للأسود. سامي بس اتحملني، وما بحكي عن التزاوج والإنتاج. ما بحكي عن، انت بحكي على خطوط المفروض انها خطوط رفيعة ومتقطعة، عنه فين آغاك. أقاط، ولون الأرجل وردي والمنقار وردي، هذا لما يكون أقاط خلص هذا معيار الأقاط. الأوبال لما بدخل الاوبال على الاقات ما له في عرض الخطوط، ما له يعرض، ما بعرض الخطوط، ما بغير شيء، بغير لون الاسود تبع الاوبال من اسود لفضي، بزيد تركيز الميلانين في الوجه الاسفل للريشه فوق الهاي، في سلسله الكناري الاسود بعطي لون رمادي مزرق للطير، فببين الطير كانه على زراء، يعني بعطي الافكت تبع الزراء. يعني فعليا بتفتح الخطوط مش بتغمق. لا لا ما بتغمق، لا لا ما بتغمق، هو بغير لونها من الأسود للرمادي الداكن في سلسلة الكناري الأسود زي الصورة اللي حطيناها. هاي سنسكر لو سمحت، هاي أول إحنا لما شرحنا على سلسلة الكناري الأسود كانت الخطوط لونها أسود، أسود خطوط الظهر، صحيح، هلأ صار لونها رصاصي داكن، فهي تأثير طفرة الأوبا. هذا تكرار مخالفة. عفوا أبو خالد، أكمل أبو سامي. فهي بالنسبة لطفرة الأوبا، يعني شوف لون الأرجل في الأسود، يعني شوف ما شاء الله، يعني شوف السواد يعني. أستاذ، تفضل هذا أبو أنس. الأوبال، هذا الأوبال بنحكي له تخفيف على الإشي، على الطفرة اللي بتيجي عليه على الكليسيه. تخفيف للون الأسود، تخفيف يلا للون الأسود، تخفيف للميلانين الأسود، بغير لونه من الأسود للرمادي الداكن، الرصاص، رصاصي داكن، والبني لبني رصاصي هيك تقريبا. بن محير، الخطوط محير زي خصوصي هاي الحبة المزيك اللي على الشمال، يعني أوضح من الحبة اللي على اليمين كمان. مبين لا هي سكني ولا هي بني. لا بس ما هو أنت بتفرق بنات، اللي على اليسار الحبة المزيك على اليسار الأحمر، المزيك المنتاية. المزيك الذكر مبين بصراحة أقرب للرصاصي منه، لكن إذا بتطلع برضو يعني أنت على لون المنقار والأرجل والأظافر بتعرف إنه هذا مستحيل يكون بلاك، فبالتالي براون أوبال، بتمسك الريشة وبتشيك اللي بتعرف إنه هذا الطير أوبال، من اختلاف اللون الوجه الأعلى والأسفل للريشة. وبالبراون أوبال ببطل المنقار والإجرين براون لون بني.
بصير لا بكونش فتحة بيفتح شوي. بيفتح شوي. مش زي البراون لحال. لا البراون لحاله المفروض يكون بني، الخطوط نعم الجرين والمنقار على بني. طب أبو سامي، شو ممكن إحنا نستخدم من الأوبال لتحسين طفرة تانية؟ ممنوع انت تستخدم الاوبال في تحسين طفرات تانية، هذه ممنوع تستخدم طفرات وتحسن فيها طفرات. بدك انت كمربي كنار لون تتأكد دائما انه عندك في الغرفة الاربع الوان كلاسيك موجودين، هن اللي بحسنوا لك الطفرات التانية. الطفرات المصاحبة ما بتحسن لك الطفرات، جميل، اللون يعني في حال الكلاسيك انه هو اللي الواحد بحسن عنده لك. حبة وما فيش إلها أخت بده يرجعها للون الكلاسيك. يعني اذا انت عندك حبة براون اوبال وما عندك تير تاني بترجعها لبني عادي، لبراون، لبني عادي. ايوه وإذا بلاك أوبال بدي أرجعها رجعها للبلاك. لبلاك. لبلاك طبعا لإيزابيل. طبعا بنخلي ببالنا فكرة انه الابيض السائد مع الابيض السائد ممكن يؤدي لعامل قاتل، بنخلي في بالنا انه ما تجوزش الارضية الحمراء لبيضة او صفراء، جوز الاحمر للاحمر، تجوز المزيك لمزيك، هاي كلياتها بتضلها موجودة، هذه الأساسيات موجودة. جميل، وهيك لا بصير في خربشة ولا بصير في بالعكس تضعيف في الأجر. بتحسن مستوى الطير، هي لتحسين مستوى الطير دائما ترجع للون الكلاسيك الموجود. إذا خلطت الطيور بين بعض، خلطت الطفرات مع بعض، أنت كمربي كنار لون بدك تدخل مسابقات، بدك المستوى العالي، بتلاقي ممكن بدل ما تطلع لك مثلا 8 حبات من 10 مستوى عالي بتصير تطلع لك حبتين كويسين و8 مخلوط خارج المعيار، لأنه في تأثير بني كتير على الطير، لأنه مثلا الخطوط تخربشت، اللون مش صحيح، وهذا الحقيقة اللي احنا بنشوفه يعني الصراحة. أبو سامي، أنا مثلا بدي أعطي البراون أوبال، بدي أعطيه للبراون، ما بيأثرش في الإنتاج على اللون إنه مثلا يصير الفيوميلانين أغمى لا لا مثلا؟ ما دخل، بيتجوز البني للبني أوبال، بيطلع عندك الذرية اللي حكيناها 100% بني حامل أوبال. بتاخد منه إذا كان الأب هو البني أوبال بتاخد إنتايتين، أفضل إنتايتين، وبتجوزهم للأب، بتصير تطلع بني حامل أوبال وبني أوبال بمستويات حلوة. جميل. طيب في أبو أبو يوسف، يوسف يعيده بعد إذنك. الله يسعد مساك أبو سامة، يعطيك هلا أبو العافية. يوسف، هلا بيك. هلا أنا عندي سؤال بالنسبة للأوبال المزيك، حلو. لا إيه كيف مثلا إنه بدي مثلا بقدر إني أرجع أوبال كلاسيك بس أبيض أو بعد إذنك أبو سامي، أول إشي عشان أنا هلأ تعدلت المصطلح، قبل الأوبال المزيك حدد بلاك أوبال، براون أوبال، لا ولا هلا بشكل هو عام؟ شو سوري؟ لا هو بيقول عماله انا عندي، هو فكرته انه عنده مزيك بده يضيع المزيك. بالضبط. أيوة، بدي اوكي. أخليه إنه مثلا كلاسيك مثلا. اوكي كيف اللي هو بقدر؟ قصدك انتنسيف. بالضبط. بلاش كلمة كلاسيك، خلينا هاي، لأنه لما نحكي عن نوع الريش عندك انتنسيف نون انتنسيف مزيك. صحيح. الحل الوحيد حسب الأقرب للصواب زي ما حكينا في المزيك، الأقرب للصواب إنه طفرة المزيك بمنع ظهورها الريش، جين الريش الخشن ومتعادلة السيادة مع الريش الناعم. فإذا أنت عندك طير مزيك حابب تطلع منه، هاي بتجوزه لريش خشن، رح تطلع عندك نسبة في الذرية ريش خشن حامل ريش مزيك. هذا الطير اللي طلعته أنت صح قدام عينك مبين إنه ريش خشن، بس جوا جيناته حامل المزيك وراح يطلع لك بعدين مزيك. شاكر 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 الديك، شباب بيعرفوه طبعا، يعني شاكر الديك جوز طيرين طيرين كأنهم مش مزيك وطلعوا له كمية مزيك منهم. هو برضه الفكرة إنه كيف برضه الواحد بده مثلا من من خلال انتنسف إنه التزاوجات، يطلع. من خلال التزاوجات انت زوجت الانتنسيف للمزيك، صار عندك طير انتنسيف حامل مزيك، جوز هذا الطير الفرخ هذا الانتنسيف حامل مزيك لطير ريش ناعم، راح يعطيك انتنسيف حامل ناعم وراح يعطيك مزيك غير مثالي. طبعا يعني تقريبا إنه 3 أجيال هيك، إيش صح؟
لا، من الجيل الثاني يعني، خده انت جوزه مزيك لريش خشن، وخد واحد من اللي ريشهم مبين كأنه خشن، خده وجوزه لريش ناعم. الجيل الثاني بعطيك اما خشن حامل ناعم او بعطيك المزيك الغير مثالي. معلش أبو سامة، بس يعني نفس الإخوة بزبط؟ هلا شوف، الكتب اللي انا شفتهم لما بيحكوا عن تزاوج الاقارب ما بيحكوا الاخ للاخت. في ناس عملوها ومشيت معه، ترى مشيت معه، بس لما بيحكوا عن تزاوج عفوا. الاقارب تزاوج اقارب بيحكوا اب لبنت وبنت اب لبنت وابن لام وانصاف اشقاء. وقلنا ايامها انه الانصاف الاشقاء انه بيكونوا مشتركين في الاب، انت مجوز ذكر لإنتايتين، الإخوة هدول أنصاف أشقاء بتجوزهم مع بعض في التزاوج الداخلي. تمام، على هوا الجدول اللي أعطيتنا إياه. هذا الجدول اللي حكينا فيه تمام، مشكور أبسامة. حبيبنا أبو يوسف. في شيء شباب غيره ولا؟ إيه أفهم أنا شغلة، معلش تحملني فيها. لا خذ وقتك هيثم. لما نحكي مثلا عن البراون أوبال المش مزيك، اوكي، بكون العامل اللي منع المزيك فقط الريش الخشن، ولا لا مش ممكن يكون شرط، في عامل؟ مش شرط، مو ما هو ممكن ما يكون اصلا في جينات وريش المزيك، طب شو بيكون اللي مانع مثلا؟ هل هو متنحي مثلا؟ بكون ما في. لا لا، بكون شوف هيثم، احنا اتفقنا، مش مشكلة، هينا بنراجع ونتذكر مع بعض، اتفقنا انه احنا المزيك بالنهاية هذا طير المزيك أرضيته إما حمراء أو بيضة. تمام. عشان يمنع ظهوره بيمنع ظهوره شغلتين إذا بتتذكر، إما ريس الأولى خشن. الريش الخشن بيمنع إنه يطلع، أو تجتمع صفة المزيك مع إما الأبيض السائد أو الأبيض المتنحي، يعني يكون طير أبيض متنحي مزيك وأبيض سائد مزيك. الابيض المتنحي والابيض السائد بيمنعوا انه يتكون لون الليبوكروم الاصفر والاحمر، فالطير ما بيبين عليه انه هو اصلا مزيك. العامل الثاني انه هذا الطير يكون ريشه خشن، اذا اجى جين ريش خشن واحد بالطير هذا بيمنع ظهور المزيك. فانت هذا الطير الابيض اللي مش مزيك ممكن اصلا ما هو في جيناته اصلا موجود المزيك اصلا، وممكن يكون موجود زي ما صار مع شاكر لما جوز أنا الستنت الأبيض للإيزابيل أصلا الأبيض. بدي أصل للعامل هذا في السؤال اللي سأله أبو يوسف، إنه ممكن إحنا نستخدمه إني أطلع المش مزيك زي اللي بشتغل على الريش الخشن، أشتغل على العامل الثاني. العامل الثاني بيكون أصعب أظن يا هيثم، يعني أنا يعني لو جبت مثلا حبة براون أوبال مش مزيك وهي مش ريش خشن، فبده يكون العامل اللي فيها اللي منع المزيك مش الريش الخشن، العامل الآخر. لو أعطيتها لمزيك وبدي أطلع منهم أنا مش مزيك، شو ممكن أشتغل؟ هلا عندك، خليني بقى انا بدي اجيبك اياها بطريقه ثانيه. انت عندك طير مزيك بدك تخلص من المزيك، تمام. بدكش اياه المزيك في الجي في الطير تبعك، جوزه لريش خشن، رح تطلع كيف عندك الريش الخشن؟ بحكي على العامل الثاني اللي هو الابيض السائد، بالضبط. رح يطلع بتجيب ابيض مثلا بني بني ساعتها شو عرفك انه الطير هذا مزيك؟ اذا اثنين ابيض سائد شو تعرفك انه فيهم مزيك هيثم؟ لا مش الاثنين ابيض سائد، احنا في عندنا حبة مزيك وفي عندنا حبة ابيض سائد. ممكن انت تجيب مثلا بني مزيك وتجوزه لبني ابيض سائد. تكرار التزاوج هذا ممكن يصير كلياته مش مزيك. ممكن بتنحمل الجينات بس بتشوفهاش، إذا كان أبيض سائد جيناته مزيك بتشوفش المزيك على الطير، بكون هو مزيك بس بتقدرش تشوفه، جوزه لأصفر بتبدأ تشوف المزيك فيه، أو أوكي لأصفر بلاش لأحمر، لأنه إحنا قلنا ما نجوز الأحمر إلا الأحمر. لكن لا أبيض ما بتظهر. لا ما بيظهر، إذا إجا اجتمع الأبيض السائد مع المزيك طبعا ما ببين، لأنه الطير ما بيقدر يطلع الليبوكروم على جسمه.
السائد ولا المتنحي؟ التنين، السائد بيسمح انه يطلع شوي صغيرة على طرف الريش الجناح، الابيض المتنحي 100% ما بيقدر، ولا اي ذرة ميلانين بيقدر، ايه البكرون بيطلع فيه، فيعني إذا أعطيناه الأبيض متنحي أحسن. بيمنع لك بالمرة يبين عليه لون ميلانين. مشكور بس جدا. الفراخ بيكونوا حاملين الطفرة المزيك. عاملين لكن ما بيظهر عليه. ممكن يكون مزيك، مش بس حاملين، ممكن يكون مزيك نقي ومش مبين عليه، لأنه بيقدرش يطلع الليبوكروم على الجسم. وإذا بجوزهم لمزيك، يعني هدول الفراخ إذا الناتجة زوجهم، إذا بيطلع زوج مزيك مثالي صح؟ حسب اللي أنت مجوزه، حسب أنت لإيش مجوزه. يعني أنت إذا جوزته لريش ناعم بيطلعش من أول جيل المزيك المثالي اللي بدك إياه، مش من أول جيل، بدك تشتغل عليهم شوي حتى تجيب المزيك المثالي. وإحنا اتفقنا، نرد نعيد عليها هاي النقطة، عشان تطلع طيور مزيك مثالية بدك تتأكد من العوامل اللي حكينا عنها، إنه يكون إذا بدك تنتج أناثي معيار اللي هو التايب 1، بدك تجيب ذكر قناعه صغير وتجوزه لأنثى معيار تايب 1، وإذا بدك ذكر مستوى عالي بتجيب ذكر مستوى عالي مع أنثى قناع كبير. هاي لازم نركز فيها لما تيجي تختار الذرية، تختار نوعين من أنواع الريش، ما تجوز التنين طير من نفس النوع. لازم اللي حكينا عنهم في موضوع المزيك نتأكد إنه إحنا نتبع الخطوات. غير شباب أستاذ، عندي استفسار سؤال. الله يعطيكم العافية حبايبي. أول إشي أنا قبل ما نطلع بدي بس أوجه كلمة للشباب جميعا بصراحة، إني بدي أقول لهم يسلموا إيديكم، بشكركم على إنه دايما بتكونوا موجودين عندنا، إحنا 17 18 نوصل 20 ونوصل 22، هذا بدل على إنه إحنا ماشيين في الطريق الصح بالنسبة للدورة الحمد لله، أو المحاضرات بلاش دورة، وإنه إن شاء الله المعلومات اللي إحنا بنعطيها معلومات قيمة ومفيدة للشباب جميعا، ويعني ثقة، يعني هاي أنا بعتز فيها منكم يعني بصراحة.